كيف تشوف اليوم عملك في خدمة المعتمرين في المسجد الحرام؟ ترفع الصوت. شيء جميل مرة، وأنا جدا مبسوطة أن أنا اختاروني كأول، لأن هذه أول دفعة صارت أنه من ضمن البنات أنه ينزلون بنات كشافة، فأنا مرة مبسوطة ولي الفخر أن أنا أكون من أول دفعة. في بعض المواقف حصلت لك أنت مع المعتمرين؟ أكيد، أنا كنت في قسم كبار السن، فكان لازم لهم رفقة، لازم أرفق بهم، لازم يعني تكون معاملتهم مختلفة جدا، يعني ما أكون قاسية مرة، وإذا ما وافقوا إنه على اللي أنا أقوله خلاص أخليهم براحتهم، يعني يكون في رفق ورحمة، لأنه هم في يعني ما مو بنفس مستوانا، فما يعني ما يعرفون إنه يعرفون النظام هذا. خليني برضه ياخذ احد الطالبات، خليني اقول لك انعكاس هذه التجربه عليك انت كطالبه، وهي تجربه مهمه جدا في المسجد الحرام. هذه التجربه تدعم انه احنا يصير عندنا ناحيه انسانيه، بحس انه هنا احنا الشيء الرئيسي حقنا او وظيفتنا الرئيسيه ان احنا نساعد المعتمرين وزوار المسجد الحرام، فبالتالي حيصير عندنا جانب عاطفي وانساني تجاه مساعده الاخرين. طيب خليني بس انا عشان وعدتك انعكاس التجربه عليك. صراحه مره سعيده وحاسه بالفخر اني جربت هذه التجربه، ومستحيل انساها لان المواقف اللي حصلت لي مره كثير ومره استفدت منها. ومن ابرز المواقف اللي صارت لي كانت يوم الخميس لما جيت خارجه لقيت حجاج، هذه اول مره اشوفهم في المصلى ويمكن تكون اخر مره، كانوا جالسين يلوحوا لي ويدعوا لي، مره فرحت انهم عرفوني انا كفتاه كشفيه.